في سيشن سريع على الاكسجين ثيرابي، مش الهدف منها هو انتنسيف ستادي اوف اكسجين ثيرابي قدر ما هي تاتش بيز اول تايبس اوف اكسجين طيب افيلابل لينا. طيب احنا هنبدأ من البداية الديسكلوجر. I have no conflict of interest and lectures دي الغرض منها الميديكال بيرسونيل الأطقم الطبية تمريض وأطباء و only for educational purpose. طيب الأوبجيكتيف بتاعتي هي just a bit of orientation about the different various types of oxygen delivery devices والكلاسيفيكيشن بتاعتهم either variable أو controlled أو fixed و high flow versus low flow. كويس وهنتكلم عليهم واحد واحد ونشوف البروز اند كونز. طيب أول حاجة عندنا هي النيزل كانيولا. النيزل كانيولا بنديها في اللو فلو و تعتبر كويسة للناس اللي عندها كلوستروفوبيك اللي هي مش هتعرف تتحمل الماسك او هتحس ان هي عندها تايتنس اكتر مع الماسك. عيبها انها تعمل نيزل ميكوزا دراينس و مش هعرف ندي بيها هاي فلو اوكسجين. يليه الماسك اوكسجين بانواعه، عندنا النون ريبريثر بارشال ريبريثر والريبريثر ماسك، وعندنا الماسك وذ ريزرفوار والسمبل ماسك. كويس ده نقدر ندي بيه فلو اعلى ولما نحط ريزرفوار بنوصل اكتر. كويس وفي عندنا الامبو باجنج او السي سيركت، بس دي مش موضوعنا دلوقتي. طيب في فينتوري. الفينتوري ده كنا بنستخدمه زمان، انا ما اعرفش هل هو موجود حاليا دلوقتي ولا لا، بس هو كان بيعتبر ادجستبل او كنترول ديفايس، وده كان بيستخدم اكتر في حالات سي بي دي عشان ما ياخدوش هاي فلو اوكسجين. هو الايديا بتاعته كلها ان بيكون في بورد في السايدز ودي بتقلاو ميكشر من الاكسجين اللي جاي من الاكسجين سورس مع الروم اير، بس احنا عايزين نوصل مثلا 40% 30% 50% وهكذا. طيب في كل الاحوال احنا هنحتاج اسطوانة اكسجين، فلو احنا بنتكلم على اكسجين ات هوم يا ريت نبقى عارفين الاكسجين نوعها ده قد ايه، ضغطه قد ايه، وممكن باي ريت يقعد قد ايه. كويس عشان ما نفاجئش ان الموضوع في مثلا في نص الليل اللي حصل دروب. نقطة مهمة تانية بالنسبة للأكسجين، أنا جات لي كذا تساؤل إن لما نحط المريض الأكسجين الساتوريشن بتاعه بيتحسن بيوصل لـ 93، نشيل الأكسجين ينزل 85، ما هو ده الطبيعي. هو أنت مش بتديله أكسجين يحوشه ولا يعينه للزمن، هو الأكسجين هيديه هي ساعتها هيمتص ويحصل له ديستريبيوشن وهيجيب إفكت ساعتها، وأفضل الأكسجين هينزل تاني. فهو if the patient responding to oxygen بمعنى ان هو بقى الساتوريشن بتاعه احسن، الريسبيراتوري ديستريس اقل، ال able to talk، الريسبيراتوري ريت اهدى، يبقى هو محتاج اكسجين، يبقى هو هيفضل قاعد على اكسجين. طيب وده سريعا ال concentrations مع كل حاجه فيهم، مع كل ديفايس من الديفايسز. طيب we a bit of pros and cons وindication، بس احنا مش هنخوض فيها كتير يعني. طيب هي النقطة برضو مهمة للناس، عايز اقولها للناس هنا في السلايد دي، ان الكورليشن بتوين الاكسجين والسيفيريتي اوف ذا ديزيز، وده في الغالب السي او دي بيشنتس اللي هم كرونيك هايبوكسيك وماشيين بالهايبوكسيك درايف. النقطة اللي عايز اوصلها هنا ان لو واحد الساتوريشن بتاعه كويس وما هوش عنده مشكلة في الساتوريشن قبل كده وبدأ ينزل، وانس نزل من 97 95 93 من 90 هينزل كويك، وده هيبقى كورليتد مع هاي دروب ان بي او 2 از ويل. طيب فدي ده يعني سريعا كلاسيفيكيشن دي الكوزس او الديفرنشال بتاع الهايبوكسيا. كويس نيجي بعد كده لل الاكسجين ثيرابي اتسلف، اللو فلو والهاي فلو والفنتوري ماسك بيعتبر من الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي هاي فلو اكسجين، احنا ممكن نوصل ب 60%. الماسك ويز ريزرفوار من الحاجات اللي هي لو فلو على حسب ريبريثر او نان ريبريثر. طيب طيب في حاجة انا مش عارف هي موجودة دلوقتي عندنا ولا لا اللي هي اسمها هاي فلو نيزل كانيولا. هاي فلو نيزل كانيولا ده اختراع عبقري
عبارة عن non invasive ventilation. ممكن نقول ان هو زي البيباب والسيباب كويس، بس بيروح بقى على النوز بس، مش على الماوس والفيس، مش هلمت، مش فيس ماسك او كده. وده الفكرة ان بقى دي هوموديفايد اوكسجين وور وبريشر، فده بيبقى السكند لاين افتر الاكسجين الستاندرد بتاعنا، اللي اديت اكسجين من نزل كانيولا، اديت اكسجين بالماسك وما ظبطش، فده بيكون النكست ستيب بتاعتنا. طيب هنيجي نتكلم بقى سريعا عن النيبولايزر. النيبولايزر يا شباب يا جماعة الخير، النيبولايزر ليس وسيلة تريتمنت الهايبوكسيا. الكلام اللي فات ده كله كوم ونيبولايزر كوم. النيبولايزر بيعمل برونكو دايليتور، يعني هو ده أيام الكلية لما كنا بنتكلم عن النيبولايزر. هو انت في أدوية كتير ممكن تنفع النيبولايزر، بس احنا معرض حديثنا الآن عن البيتا أجونست وأنتيكولينرجيك، اللي هو أتروفنت كأنتيكولينرجيك وسالبيتامول كبيتا أجونست. طيب فاحنا بندي النيبولايزر ده عشان نعمل برونكو دايليتور، برونكو دايليتيشن. هل احنا عندنا في الـ ARDS أو الهايبوكسيا أو البرونكنيمونيا برونكوس باز؟ يعني أنا ما أظنش إن ده من الحاجات الموصوفة فيها، وما أظنش إن حد فينا قرا عن استخدام البيتا أجونست في النيمونيا. كويس، فيا ريت النيبولايزر يا شباب له سايد افكتس أكتر ما له نافعة. بير إن مايند إن هو بيعمل ايروسولينج وبيزود السبريد بتاع الدروبلت. الاستاديز عليها كونتروفيرسي في الموضوع ده هو، بس احنا بنتكلم على حاجه ملهاش بروفن بنفيت وليها بوتنشال ريسك. كويس، فيا ريت يعني نخلي ده في اعتبارنا. انا عملت لكم سلايد بال يعني كومن سايد افكتس بتاعت الحاجه. هو المريض ممكن حد يرد عليا يقول لي المريض حس انه ارتاح عليه، وانا مش معترض. هو انت في عندك بلاسيبو افكت بتاع الحاجه اللي انت بتديها، وفي يعني ممكن نقول الهيموديفايد اير اللي داخل، بس ده في الاخر مفيش فيه اكسجين. في الاخر في دواء ليه سايد افكتس احنا في غنى عنها. كويس، وده بس انا حبيت اكد تاني على النقطه. احنا على الشمال عندنا هو البرونكاي، وهي شكلها عامل ازاي، وهي برونكو كونستريكتد، واقصى اليسار ده الطبيعي بتاعها. وعلى يمين الصوره احنا عندنا النورمال الفيولاي والاي ار دي اس او الستيك الفيولاي فول ويز فلويد. فاحنا لما ندي برونكو دايليتور مش هيعمل حاجه في الفيولاي، هو شغله كله على نقطه البرونكاي. طيب احنا برضو قاعدين ندي نيبولايزر والمريض بيرتاح عليه. طيب هو احنا لما بنعمل نيبولايزر والمريض بيتنفس اجينست الاير اللي داخل ده، مش بنعمل كده سبريد للانفكشن؟ ستاديز اتعملت على الكلام ده، والفكره يا شباب ان الفيروس بيعيش على السيرفيسز. كويس، في كلام كتير من اول ساعات لحد 3 ايام. كويس، ف وفي كلام على ان السبريد ممكن يوصل لميترز. فاحنا يعني بير ان مايند ان الحاجه دي ممكن ملهاش لازمه. طيب هنعمل ايه في البيت؟ احنا ما عند يعني مش عارفين نوصل لاكسجين، وساتوريشن بتاعنا مش كويس، ومفيش على نيبولايزر. في كلام على الاووك بروننج، اللي هو نون انفيزيف بروننج. هو بروننج ممكن ما يكونش كلنا اوير بيه لو الناس مش بطنه او ريسبيراتوري او اي سي يو، لكن احنا البروننج ده من اللاينز المعتمده اللي بتقلل الموربيديتي والمورتاليتي، وبتقلله اي ايرلي ويننج للاي ار دي اس اللي على فنتليتور. هي الميكانيزم بتاعها يعني سيمبلي ان هي بتفتح شويه من الديد سبيس، بتفتح شويه من الالفولاي اللي هي يوجوالي كولابسد عندنا كلنا نتيجه الاناتوميكال بوزيشن بتاعها، اللي هي موجوده تحت وورا ورا الهارت، فبتبقى اي نوعا ما كولابسد. لكن لما المريض بينام على وشه برونينج بوزيشن، ده بيقلاو الالفولاي دي اللي اصلا ما كانتش مستخدمه، فمن رحمه ربنا مش مستخدمه، ما جالهاش ديزيز او ما جالهاش الفلويد فيها، فدي هيلثي. فانت بدل ما كان عندك مثلا الفولاي شغاله 10% بس كان شغالين هو عامل لك المشاكل دي، ضفنا عليهم ال 20% اللي كانوا مقفولين دول، فانت بقى عندك 30% من الفولاي بتاعتك شغاله، فده بيحسن الموضوع شويه. كويس، وهكتبت لكم هحط لكم شويه هنا البوزيشنز بتاعت اللي ممكن المريض يجربها يعني، او اسماء البوزيشنز. كويس، الكلام الاوك بروننج عليه ستاديز كتير، وممكن الناس تبص عليها وهتلاقي الحاجات دي. جينا بقى المهم دلوقتي، احنا عندنا
يعني انا بقول لكم نجيب اكسجين في البيت او نستخدم اكسجين في البيت، everything comes at a cost. و ما ينفعش نعمل حاجة هابهازارد. الاكسجين في البيت احنا هنا الناس السي او بي دي اللي هنصرف لهم اكسجين يبقوا ات هوم اكسجين 24/7 او 16 ساعة في اليوم او كده، ما ينفعش ندي حد اكسجين وهو بيدخن. كويس. يعني انت اوكي، انت كل واحد فينا من حقه ان هو يدور نفسه، ده حق مكفول للجميع. انت عندك كاباسيتي، دي من حقك تماما انك تدور نفسك وبتدخن، ده it's up to yourself ويرسبكت ات، حقك تماما. لكن مش هينفع تضر نفسك واللي حواليك، يعني مش هينفع تولع في المكان وتولع في البيت، و ده مش مقبول. فالبوتوم لاين اللي عايز اقوله هنا او التيك هوم مسج من السلايد دي، ان ما ينفعش يبقى عندنا اكسجين مع سموكينج. طبعا doesn't mix. طيب في كلام برضو على الادفانسد ماشين زي سباب والبايباب، وبيزيكلي بعض الماشينز بتعمل تو فانكشنز مع بعضهم، وفي بعض الماشينز بتعمل السباب بس. حلو. فالسباب اللي هو continuous positive airway pressure مش هنخوض فيه خالص، هو يعني ما اظنش ان ده option available في البيت. احنا كل كلامنا على mild and moderate cases of covid اللي ممكن يتعاملوا في البيت. كويس. انا ما اظنش ان ده هيكون access لأكتر من 0.5% من الناس، و يعني هو الكلام عليه كتير، والindication بتاعته هي المين للسباب بسدم as an outpatient for obstructive sleep apnea. طيب لكن ان احنا نستخدمه في الكوفيد او النيمونيا هو والبايباب، ده كلام يعني عليه كونتروفيرسي كتير وعليه ستادس ولا فيعني كويس. ليه بقى؟ لان احنا عندنا ريسك اوف سبريد اوف انفيكشن كذلك مع البايباب، لان البايباب فيه هولز فيه وممكن يحصل منه ليك، فانت بتعمل بريشر كويس، والمريض بيتنفس بيطلع فيرال لود، والفيرال لود ده بتبعته ببريشر ينشر في اللي حواليه ويجي على السيرفيسز. عشان كده في هلمت، وده احنا شفناه لو انتوا كنتوا شفتوا فيديوهات للتعامل مع ديزاستر في ايطاليا، هتلاقي الناس كلها على هلمت هناك. هلمت اللي هي زي باج كده او تنت بيتلبس على الراس ويعمل البايباب عن طريقها. طيب الانديكيشن بتاعت البايباب والسباب هي بيت ديفرنت، بس يعني ان جنرال البايباب ممكن بيقوم بالوظيفتين ويعمل الاثنين، بس البايباب مينلي بيستخدم في السي او 2 ريتينشن او السي او دي اكسربيشن نون ريسبوندينج تو نون انفيزيف او نون ريسبوندينج تو انيشال ميجرمنت، وده من حاجات كويسه جدا. السباب بيستخدم في البامونري ديما مينلي كويس، والاوبستراكتيف سليب ابنيا، وفي بيت كروس اوفر بتوين بوث اوف ذم، والانديكيشن بتاعتهم انا ذكرتهم على السريع هنا. طيب اللي انا عايز اقوله التيك هوم مسج بتاعتي ان البرونكو دايليتور النيبولايزر ده فور برونكوس باز، يعني نيمونيا سوري برونكال اسما او سي او بي دي، وليس نيمونيا، لا يعالج النيمونيا للاسف الشديد. لو قررنا ان احنا ناخد هوم اكسجين مش هينفع يكون في سجاير في البيت، ودي مساله يعني امن قومي كويس. والثيرابي بيكون تايتريتد حسب الحاجه، وما ينفعش يونيفرسال بلان فور ايفري وان، الموضوع بيبقى لوجيك، الموضوع بيبقى يعني تيلورد على حسب كل حالة، وما ينفعش جامبينج نوصل لحد آخر حاجة. أنا بشكركم جدا للمتابعة، وبعتذر عن الإطالة، وأنا الماتيريال دي كلها فري لو أي حد عايز يستخدمها، دي مش بتاعتي. أنا حاولت على قدر الإمكان أنسب الفضل لأهله وأجيب الريفرنس بتاع كل صورة انا جبتها كويس. انا ما كنتش عايز اوصل حاجات كتير، هي دي بس التيك هوم مسج اللي كنت عايز اسيبها لكم.